البارح باللي تفرجتو في حلقة متميزة من جزيرة الكنز، أمسية اللي عشنا فيها الإثارة مع البوكسور ديالنا تيت سويت بالبوا. حاجة أخرى، اكتشفنا بلي مول الحكمة كيعرف يقاقي بحال الدجاجة وكيعرف يضرب الطر. وفي الأخير عرفنا بلي الحسن بطل العالم في لعبة كاشكاش. كنشوفوك ما كنشوفوكش. وباش ما نخليكمش كتسناو الملخص ديال الحلقه بالارقام. طب خونو البارح بالليل محمد الريفي كان داير الرسولات في السبرديله ديالو، هادشي علاش قدر ينقز 1245 مره في هاد البرايم. تبارك الله. وي اصبر السيد راه مزيان تعتقش باش نقدر نحلوا صحه الكنز. دابا غنمشيو نشوفو. راه كلشي بخير. دابا عندنا الصور باش نحلوا صحه الكنز ان شاء الله. قدرنا نحطموا الرقم القياسي لكلمه خرجي في الاختبار اللي دارته سميرة 7 ديال المرات في اقل من 10 ثواني. 858 مرة هو عدد الغوتات اللي متعتنا بهم ليلى من اللي حاولت تخشي يديها في دوك الخوابي العامرين بالحشرات والفيران. وفي الأخير جوج هو عدد المرات اللي تصيد فيها رشيد والسر فر في أقل من 5 ديال الثواني. حصلت الأمسية، الفرقة ديالنا ربحات 5 ديال السوار وخسرت 7 ديال السوار. في المجموع 26910 درهم جمعتها الفرقة من أجل واحد هدف نبيل. في جزيرة الكنز جميع الأرباح كتعطى المشروع خيري. اليوم نهار كبير، ليلى وسميرة عندهم موعد في مقر جمعية سيدي البرنوسي واللي كتساعد الأطفال اليتامى. ليلى وسميرة بغاو يتعرفوا على هاد الوليدات اللي لحد ما كانش ديما في جنبهم. صافا كلشي بخير لاباس عليكم؟ دار الأطفال البرنوسي هي مؤسسة عندها تكفل شامل من لباس وتغذية وتطبيب ودراسة وتتبع نفسي ودعم دراسي تيولج سوق الشغل. شي كلمة تجيك. ليلى وسميرة شاركوا هاد الأطفال الأنشطة ديالهم ووروهم كيفاش يقدموا البرامج في التلفازة. صباح الخير. صباح يا الدزاد. عزيز عليا الدراري الصغار لأنني أنا كنت درية صغيرة، فأنا تحرمت من بابا بقى صغيرة. عزيزين عليا الدراري الصغار حيت عندي وليداتي وتنشوف كاع الوليدات الآخرين بحال وليداتي. تنبقاو النهار كامل حنا خايدين مع المشاكل ديالنا مع الخدمة مع الدراري مع الوليدات. خاصنا نفكروا من جوا هاد الجمعيات بحال هادو، حيت فاش كنجيو كاين واحد الإحساس آخر ماشي بحال اللي كتشوفوه دابا في الشاشة ولا كتشوفوه على الروبورتاجات. فخاصنا نحاولوا ناخذوا من وقتنا وخا غير مرة في الشهر نمشيو لهاد الجمعيات نديروا غير شي حاجة قليلة بسيطة وخا غير 100 درهم. وكيف ما العادة الفرقة ديالنا ما جاتش بيديها خاوية. غنعطيوك الشيك شيك بقيمة 26910 درهم اللي غادي تساعد الجمعية باش تكلف وليدات يتامى اخرين. الوجود ديالكم عنده واحد الدلالة وعنده واحد الوزن، وكنتمنوا هذا النوع ديال العمليات وهذا النوع ديال الاستضافة تكون تكرر ومع فاعلين في هذا المجال. حماية ومرافقة الأطفال في وضعية صعبة، هذا هو التحدي اللي كتقوم به الجمعية من هذه تقريبا 30 عام.